أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو تعرفوا على والدة الفنان ماكسيم خليل، والتي لم يودعها إلا بكلمات مبكية، وحقيقة وضعها في ضال المسنين وما لا تعرفون عنه. أعلن الفنان السوري ماكسيم خليل عن عدم استطاعته التواجد في سوريا لوداع والدته خبيرة المكياج الراحلة ستيلا خليل، وقد ناشد محبيها وأصدقائها وطلابها أن يكونوا في وداعها. الفنان ماكسيم خليل المعروف بمعارضته والتي كانت سببا في تركه الأراضي السورية واللجوء إلى فرنسا، يخشى السفر لوداع والدته خوفا على حياته، حال الكثيرين من الفنانين السوريين المعارضين. ويذكر أن السيدة ستيلا خليل رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، حيث كانت تقيم في دار السعادة للمسنين، وستوار الثرى يوم الجمعة الساعة 3 ظهرا في كنيسة الصليب. وكتب الفنان ماكسيم خليل تعليقا على نعي والدته السيدة ستيلا خليل الذي وضح تفاصيل الجنازة: أنا ما راح كون يا ماما، بس روحي راح تكون، راح تغسلك وتحملك وتودعك. وتفاعل النجوم مع الكلمات المؤثرة للفنان السوري ماكسيم خليل، حيث علق الفنان خالد القيش بالقول: الله يرحمها يا رب يجعل مثواها الجنة، قدمت الكثير لنا جميعا، ستبقى في قلوبنا، البقية بحياتك والله يخلي لك عيلتك يا رب. الفنانة شكران مرتجى نعت عبر حسابها على انستغرام والدة الفنان ماكسيم خليل، حيث عبرت عن كامل حزنها لفقدان ستيلا خليل التي كانت تعمل أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية لمادة التصميم المكياج، وقامت بتدريس الفنانة شكران مرتجى التي قدمت التعازي للأسرة الراحلة ولأولادها. فيما كتبت النجمة السورية أمل عرفة: البقية بحياتك، الله يرحمها ويصبرك. وعلقت الفنانة مروة الأطرش: العمر إلك، الله يرحم روحها ويصبر قلبك. الفنان تيم حسن نعى كذلك والد زميله الفنان ماكسيم خليل من خلال رسالة وصورة نشرها على خصيط الستوري عبر حسابه على انستغرام. وستيلا خليل كانت أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمادة تصميم المكياج، وشاركت في العديد من الأعمال، ومنها خان الحرير وحي المزار والخيوط الخفية وبقع الضوء والمطلوب يا ليل والأفضل يا عين الطوق. كما تعد من أشهر ماكرات الدراما السورية، وقد عرفت باسم ستيلا خليل نسبة إلى زوجها الدكتور هاني خليل. كما عملت في فيلم دائرة النار، وكان آخر عمل قد شاركت فيه هو مسلسل هوم هون الذي عرض عام 2004، وشارك في بطولات كل من سلمى المصري ومه المصري وشكران مرتجى وأحمد الأحمد. وعلى هامش تكريمه في مهرجان ضيافة 2020، اختار الفنان ماكسيم خليل والدته ستيلا خليل ليهديها الجائزة، وأن والدته كانت خبيرة مكياج، وقال أنها حصلت على تكريم وحيد فقط خلال مسيرتها المهنية التي تقارب 35 سنة. وأما عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول إيداعها لدار العجزة، نفى الفنان ماكسيم خليل الخبر، وذكر أنه لا يهتم كثيرا للشائعات ويرفض التفاعل معها أو الرد عليها، وأكد أن الأهم أن يكون الإنسان راضي عن نفسه. وبالرغم من معرفته لبعض مروجي الإشاعة، أكد الفنان ماكسيم خليل عدم رغبته في مواجهتهم أو الرد عليهم، لأنه يعتبر ذلك تقليلا من قيمته. وتابع الفنان ماكسيم خليل: خليك عايش حياتك ومبسوط ومرتاح ورضيان عن حالك، وبالنهاية دايما الفنان معرض للإشاعات ولا قويل، بس تبقى كلمة الحق هي الأقوى. ولد الفنان ماكسيم خليل لأب سوري مسيحي وأم روسية في يوم 7 من كانون الأول عام 78 في مدينة حمص السورية. والده الدكتور هاني خليل سياسي وباحث في الاستراتيجية العسكرية، له العديد من المؤلفات والمحاضرات. ودرس الفنان ماكسيم خليل في مدرسة دار السلام فرانسيسكان المرحلة الابتدائية، ثم أكمل الإعدادية والثانوية في مدرسة اللايك، وأنهى دراسته في رقص الباليه عام 99، بعد أن قدم العديد من الأعمال الراقصة
كان آخرها كسرة البندق في تشايكوفسكو. وانطلاقته الفنية كانت عام 98، حيث عمل كمساعد مخرج لمدة سنتين. وفي هذه المرحلة كان يقوم بأداء أدوار صغيرة تسند إليه في نفس العمل، مثل الشوكة السوداء والبحر أيوب والفوارس. وشارك الفنان مكسيم خليل في بطولة مسلسل الدراما العربية المشتركة روبي مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والفنان المصري أمير كرارة عام 2012، وحصل على جائزة الملوكس دور عن دوره فيه كأفضل ممثل عربي. وفي موسم دراما رمضان 2020 قدم أداء لافتا في مسلسل الدراما العربية المشتركة أولاد آدم، حيث جسد شخصية شريرة مركبة تدعى غسان. ولشدة إتقانه للدور كانت زوجته الفنانة سوسن أرشيد تخشاه. وفي العام الماضي أيضا شارك في عمل عربي مشترك إنتاج إماراتي حمل اسم المنصة، وعرض على شبكة نتفليكس العالمية، وانتهى من تصوير الموسم الثاني منه مؤخرا. ومشاركات الفنان مكسيم خليل في السينما معدودة، فشارك في أفلام يوم صدور الحكم والغرباء عام 2009 وسهاد عام 2011 وصديقي الأخير عام 2013. وتزوج الفنان مكسيم خليل في سن صغيرة للمرة الأولى من الفنانة يارا خليل ابنة عمه، وعندها وجد نفسه أمام مسؤوليات كبيرة بعد الزواج والإنجاب فلم يستطع تحملها. وزواجه الأول من الفنانة يارا خليل كان نتيجة وفاة والده الدكتور هاني خليل عام 97، والذي ترك فراغا كبيرا لدى الفنان مكسيم خليل، ففكك وحدة عائلته. لذلك تصور أنه قد يقيم كيانا عائليا متكاملا بالزواج. ويذكر أن هذا الزواج استمر من العام 98 حتى عام 2003. وزواجه الثاني كان عام 2004 من الفنانة سوسن أرشيد، التي ولدت لاب سوري وام روسية مثل زوجها الفنان مكسيم خليل، وتعرف الثنائي أثناء تصوير مسلسل عشنا وشفنا. وارتبطا عاطفيا ثم تزوجا وأنجبا ابنيهما جاد ولوكاس، ويعيشان حياة مستقرة في فرنسا. ويذكر أن الفنانة سوسن أرشيد كانت متزوجة سابقا بالفنان السوري غزوان الصفدي. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.